ستة أسرار فعالة لكسب الاحترام في الحياة يجب أن تعرفها. الاحترام هو أحد أهم القيم التي يجب أن يتحلى بها الإنسان في حياته، فهو يعكس تقديره للآخرين ويؤثر بشكل كبير على علاقاته الشخصية والاجتماعية. إذا كنت تسعى لكسب الاحترام والتقدير من الآخرين فإليك ستة أسرار فعالة يجب عليك أن تعرفها. أولاً، الاستماع الفعال. الاستماع الفعال يعني أن تكون حاضراً بالفعل وبالروح لما يقوله الآخرون دون أن تنتظر دورك للرد. قم بإظهار اهتمامك بما يقوله الشخص الآخر وحاول فهم مشاعره وآرائه بدقة، هذا يساعد على بناء الثقة والتواصل الفعال. ثانياً، التصرف باللطف والاحترام. اللطف والاحترام في التعامل مع الآخرين يعكسان نضجك الشخصي وقوة شخصيتك. كن دائماً مهذباً ومحترماً حتى في الظروف الصعبة. قد يكون اللطف هو العامل الأساسي في كسب قلوب الناس وتحقيق الاحترام. ثالثا، الالتزام بالوعود. عندما تعد بشيء فحافظ على وعدك بأي ثمن. الالتزام بالوعود يظهر مدى جدارتك ومصداقيتك، وهو عامل أساسي في بناء الثقة والاحترام بينك وبين الآخرين. رابعا، النزاهة والشفافية. كن صادقا وشفافا في كل تعاملاتك. عدم إخفاء الحقائق أو التلاعب بالمعلومات يظهر نزاهتك وصدقك، مما يؤدي إلى احترام أكبر من الآخرين. خامسا، التقدير والاعتراف. قم بتقدير جهود الآخرين واعترف بإنجازاتهم. إظهار الاعتراف بمجهودات الآخرين يعزز من شعورهم بالثقة بأنفسهم ويدعم العلاقة الإيجابية. سادسا، الثقة بالنفس. كن واثقا بنفسك وبقدراتك واعمل على تطوير مهاراتك وقدراتك باستمرار. الثقة بالنفس تعكس قوة شخصيتك وتساعدك على الوقوف بثبات في وجه التحديات وكسب احترام الآخرين. باعتبار هذه الأسرار الستة وتطبيقها في حياتك اليومية يمكنك بناء علاقات إيجابية وكسب الاحترام والتقدير من الآخرين بشكل فعال. تذكر أن الاحترام يبدأ من داخلك، فكن دائما صادقا مع نفسك ومع الآخرين واستمتع بثمار الاحترام والتقدير في حياتك.